حكاية طفل فلسطيني بقوة 100 راجل. بعد القصف الإسرائيلي على رفح كان في إصابات مختلفة، سواء ناس كبيرة في السن أو حتى أطفال، منهم طفل أثر قلوب الملايين. بجملة واحدة، اعتبر رواد المواقع إنها درس في البطولة والقوة. خلينا نشوف رجولة الطفل في الفيديو ده. معلش بخافش. هاي جدع، ايوه خليك هيك راجع. تمام معلش بخافش. هاي جدع، ايوه خليك هيك راجع. تمام بدنا هاي تكون في الهيد. تمام سهله. قوه وصلابه مش هتلاقيها غير في الطفل الفلسطيني اللي رغم اللي بيحصل بيفضل ثابت زي الجبل مش بيهتز. كان في تعليق مثلا من ابو صلاح. أبو صلاح علق وقال على مشهد الطفل بعد كل الجنون ده، بيرد طفل بكل براءة ويقول ما بخافش. كمان كان في تعليق من علي. علي قال وجع كبير وضعف كبير أمام هؤلاء. أخيرا كان في تعليق من زهرة. زهرة قالت خرج من تحت الأحزمة النارية القاتلة المدمرة والتي طالت البيوت الآمنة والمساجد وهو بيقول بخافش.